طبعا اليوم نحن نتحدث عن سلاح القنص، هو يعتبر من سلاح الدعم القتالي المهم والذي يتم تستخدمه المقاومة الفلسطينية في إسناد عملياتها التعرضية أو الدفاعية والهجومية بشكل واضح. وهنا عندما نتحدث عن سلاح القنص الذي تم عرضه، نحن نتحدث عن سلاح القنص النمساوي، وهذا ما تمتلكه سرايا القدس. حقيقة هي ما لدي من معلومات، لم تقم حتى اللحظة كما كتاب القسام بصناعة محلية من هذا السلاح. هذا سلاح طبعا هو سلاح دولي عيار 12.7 ضرب 99، ويتميز هذا السلاح بالوزن الأقل من أسلحة القنص الأخرى، وكذلك أنه داخل المخزن ممكن وضع 5 طلقات، وهذا يوفر على المقاتل الحركة وموضوع التزخير والسرعة باستهداف الأهداف أو انتخاب الأهداف. أيضا هي تتميز بعمليات النوعية الأهداف التي يتم استخدامها وانتخابها، أن هذا السلاح أولا يستطيع انتخاب رادارات، يستطيع انتخاب جنود الاحتلال، مدرعات الاحتلال الخفيفة، يستطيع انتخاب أيضا وتحييد قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك استهداف ناقلات أو استهداف يعني مواقع للمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، وهنا طبعا أن تكون خفيفة التدريع، وكذلك من الممكن استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي. طبعا في المقابل نحن نتحدث عن مدى لهذا السلاح، هو المدى الفعال الذي أن يكون قاتل تقريبا 1500 متر. هذا السلاح تميز بكل مراحله التي تم إنتاجه فيها بالدقة ضبط الاهداف بشكل مباشر. اليوم عندما نتحدث بشكل مختصر عن هذا السلاح لدى كتاب القسام، وهناك ثلاث انواع من هذا السلاح. السلاح المتواجد لدى سرايا القدس اللي هو النمساوي الدولي 12.7 ضرب 99، كتاب القسام طورته الى نسخه 12.7، طبعا صنعته وطورته 12.7 ضرب 108، وأيضا طورته إلى النسخة الثالثة اللي هو سلاح قنص الغول المحدث 14.5 باختصار. طبعا هذا السلاح واضح أنه من خلال استخدام لسرايا القدس، هذا مهم جدا، وهي رسالة الاستخدام أيضا اليوم مهمة جدا. أولا بطريقة انتخاب الأهداف النوعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان انتخاب أهداف قناصة أو انتخاب جنود فاعلين في الميدان وعمل خلل في وزنهم وضرب معنوياتهم وزيادة الخسائر فيهم، أو استهداف قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى عدم استقرار. الرسالة هي واضحة من سرايا القدس ومن المقاومة الفلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية لديها القدرة العملياتية والقدرة العسكرية لإصابة وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى لو كان بأماكن يعتبر نفسه آمن. الرسالة الأخرى، لا يوجد أمان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يوجد منطقة آمن لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه رسالة تنسف حقيقة الوجود الإسرائيلي داخل مناطق في قطاع غزة، سواء كانت مناطق عازلة أو ممرنا سليم، وهي مهمة جدا. واليوم الرسالة تأتي من حي الزيتون من خلال قنص سرايا القدس ومن خلال كتاب القسام وتفجير عين نفق في قوة إسرائيلية. نعم. قوة، هذا يؤكد أن من 5 مرات المحاولات التقدم بالزيتون كلها باءت في الفشل. المقاومة عدت نفسها جيدا وما زالت تعمل بمواقعها بقدراتها وإمكاناتها، وأن مرحلة الإعداد التي كانت 7 أكتوبر كانت مرحلة مضنية تواصل الليل والنهار للوصول إلى هذه اللحظات التي نراها في كل مكان في قطاع غزة تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي.